بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنستكمل سلسلة المحاضرات الخاصة بالديب ليرنينج، وإلى الآن لسه يعني مواصلين التحضير للسيريز دي بشكل كويس، لكن حبينا ندي مثال يوضح الديب ليرنينج بشكل كويس وتطبيق على البريدكشن الخاص بالدايابيتز أو مرضى السكر. قاعدة البيانات أو الديتا سيت بتاعتنا جايبينها من موقع كاجل موجودة عند حضرتك، اللي هي البيما انديان دايابيتيز داتابيز، تقدر تنزلها وتقدر تتعرف عليها. وهنا بيحاول دي بريدكت الانست بتاع الدايابيتيز بيزد على الدايجونيستيك ميجر، شوية اجراءات او فحوصات بيشوف فيهم مجموعة من الفيتشر او مجموعة من البريدكتور، والاوبوت هو عبارة عن الشخص ده مصاب او غير مصاب. تقدر تشوف البيانات بتاعتك وتقدر تتعرف على الديتا سيت، هي عبارة عن كوما سيباريتد فاليو. تقدر تشوف الـ CSV file وتقدر تحمله، تقدر تشوف مجموعة الفيتشر اللي موجودة، أعتقد هم 8 وفيهم الكولوم بتاع الأوبوت. تقدر تبص على الكولوم، تقدر تعمل داونلود للديتا، تقدر تشوف كل الكلام ده. لو حبيت تعرف أسماء الكولوم اللي موجودة مع حضرتك، البريجنانسي، عدد مرات الحمل، الجلوكوز، البلاد بريشر، السكين سيكنس، والبادي ماس اندكس والآخر، والعمر، وهكذا. تمام؟ طيب، عشان نعمل الكلام ده عن طريق الديب ليرنينج، واحنا عارفين ان الديب ليرنينج عبارة عن شبكة عصبية لكن لها مجموعة من اللايرز الهيدن الكتير جدا. تمام كده، مش بتكلم على شالو نيورال نتورك، انا بتكلم على ديب. ومعنى ديب ان الازدياد مش رأسي، الازدياد افقي، وكأني بعمل اكتر من لير. بدل ما احط مجموعة من النودز في سينجل لير او تو لير، لا، انا بعمل مجموعة من اللايرز اللي هي بيطلق عليها الديب ليرنينج او الريبريزنتيشن ليرنينج. عشان نعمل الكلام ده، في الاول المفروض نعمل لودنج للديتا، الديتا بتاعتي عشان احملها. فروحت عملت امبورت للبانداس از بي دي، واستعملت الميثود اللي اسمها ريد كوما سيباريتد فاليوز، والديتا سيت اللي موجوده قدام حضرتك او الملف اللي اسمه دايابيتس دوت كوما سيباريتد فاليو. طبعا انا عملت امبورت كمان، هطبق الديب ليرنينج عن طريق الكيرس، اوكي، وعملت امبورت للنامبي لو انا محتاجها والبانداس. نقدر نشوف الكلام ده. بعد كده هعمل لودنج للديتا. لو حابب تتفرج على الديتا، هستعمل الديتا فريم اللي هي data.head، ده هيديني اول خمسة رو موجودين في البيانات. ده مثال، مثلا عدد مرات الحمل كان كام، الجلوكوز كان كام، البلاد بريشر والاخره، وفي الاخر الشخص ده مريض، اوكي، الشخص ده غير مريض. دي البريدكتور بتاعته او الاتريبيوتس او الفيتشر. تمام كده. طيب طبعا حضرتك عارف الاسماء بتاعتنا شكلها ايه. انا عاوز افصل البيانات لمجموعة البريدكتور اللي قدام حضرتك بالشكل ده، اوكي، وده الليبل بتاعي. خلاص، انا اروح اقول له هات لي الداتا فريم بتاع الفيتشر كولوم، وسميت الاسماء زي ما انت شايف، واخدت الواي كده عشان اطلع بالاكس هو عبارة عن البريدكتور او الفيتشر، والواي هو الليبل. عملت الكلام ده. كمان محتاجين تعرفين أهمية، حاجة مهمة جدا حتى موجودة في الديب ليرنينج، في بعض الـ API أو بعض الفريم وورك أوتوماتيك بيعمل نورماليزيشن للديتا. مقصود نورماليزيشن إن المفروض لو أنت عندك فيتشر بيكون أداء الموديل بتاعك كويس جدا لما يكون كل الفيتشر كلهم من نفس لهم أو معمول لهم نورماليزيشن. يعني إيه نورماليزيشن؟ يعني إذا كان في إنبوت مثلا السكيل بتاعه من 0 ل 1، وفي إنبوت تاني أو فيتشر تاني من 30 ل 40، وفي من 50 ل 100، وفي من 100 ل 200، أنا عاوز كله يكون نورماليزد. عشان تعمل الكلام ده هنستعمل الميثود اللي اسمها أبلاي على كل الداتا فريم، ونطبق الدالة إن أنا هاخد كل قيمة هطرح منها المينيمم واقسم على الديوريشن اللي هو الماكسيمم ناقص المينيمم، اوكي، وهطبق ده، اوكي. لو حبيت تشوف الفايف روز الاولانيين هتلاقي تبص كل البيانات اللي عندك تقريبا القيمه بتاعتهم ما بين الصفر والواحد زي ما انت شايف كده، اوكي. طبعا كانت القيم هنا او الرينجز مختلفه، هنا بعد ما عملت نورماليزيشن بقت القيم بالشكل قدام حضرتك. الحاجة التانية، الداتا سيت اللي موجودة مع حضرتك دلوقتي موجود فيها تريننج داتا وموجود فيها تيستنج داتا. طبعا لسه ما جبتش سيرة مين، سيرة الفاليديشن. هقدر اعمل سبليتنج للداتا زي ما انت شايف عشان اقسم الى تريننج داتا، يبقى اكس ترين وواي ترين، واكس تيست وواي تيست، عن طريق ترين تيست سبليت. دي عن طريق مين بقى؟ سايكت ليرن،
اوكي، وهقسم بمقدار 0.25 او 25%، وعشان اثبت القراءات بتاعتي بعمل الراندوم فيد ب 42، عشان كل ما اعمل ران للبرنامج تطلع القيم بتاعتي ايه، تطلع القيم بتاعتي ثابته. اوكي، بعد كده بعمل وان هوت انكودنج. الوان هوت انكودنج اللي يعني اللي ما يعرفوش يقدر يرجع له او يقدر يعمل سيرش عليه. الوان هوت انكودنج يعني عشان يبقى الليبل بتاعتي كل ليبل فيه وان اوت، كل ليبل فيه وان اوت. يعني لو انت كنت بتتكلم في حالتين مصاب او غير مصاب، هيبقى عندي تو كولوم او عندي تو نيرون في الخارج. فالمفترض لو هقول مصاب هيبقى في عندي خارج مصاب وخارج غير مصاب. لو الحاله مصابه هيبقى صفر في الغير مصاب وواحد في المصاب. اوكي، يبقى انا هفصل البيانات، بعمل حاجه اسمها الوان هوت انكودنج عشان احول البيانات بتاعتي الى ماتريكس، لكن هنا عباره عن تو كولوم فقط. تمام، احنا مش بصدد طبعا نشرح الوان هوت انكودنج، لكن بالمره هنعرج على الموضوع. خلاص عرفت هعمل وان هوت انكودنج، ادي الواي ترين والواي تيست. لو حبيت تشوف الواي تيست بعد الكلام ده، هتيجي تلاقيها عباره عن ايه، عباره عن تو كولوم بقى، واحد صفر مثلا وليكن ده غير مصاب، ده غير مصاب. الواحد اللي هتلاقيه هنا يبقى معناه غير مصاب، الواحد اللي هتلاقيه هنا مثلا معناه مصاب، وده مصاب، وهكذا. اوكي يا جماعه، طيب نفس الكلام مع مين؟ نفس الكلام تقدر تعمله مع الواي ترين. تقدر تشوف الشيب بتاعت حضرتك الاكس ترين، هتلاقيها عباره عن كام بقى، هتلاقي الاكس بتاعتك عباره عن مين، عن عباره عن الثمانية فيتشر اللي قلنا عليهم. دلوقتي حاليا عشان تعمل الموديل في الكيراس عندك اكتر من طريقه. عشان تعمل الكيراس ورك فلو، فانت محتاج اربع حاجات. محتاج تعمل سبيسيفاي للاركتكتشر، تحدد الاركتكتشر اللي هيشتغل عليه، يعني ايه عدد اللايرز اللي انت هتنشئها داخل الشبكه العصبيه بتاعتك او داخل الديب نيورال نتورك. كمان يا ترى عدد النودز بتاعتك كام، ويا ترى النود دي هيبقى الاكتيفيشن فانكشن بتاعتها ايه. طبعا الناس اللي اشتغلت في الديب نيورال نتورك عندها التانش مثلا، عندها الريلو، عندها مثلا السوفت ماكس، وات ايفر الاكتيفيشن شكلها ايه. تمام، تاني خطوه بنعمل حاجه اسمها كومبايل الموديل. يعني ايه كومبايل الموديل؟ يعني هنا بتختار اللوس فانكشن بتاعتك اللي بيحسب بناء عليها الايرور او مدى البرفورمانس بتاع الموديل، وكمان بعض الحاجات الخاصه بالاوبتمايزيشن. تمام كده، بعد كده في خطوه بتاع الفيت للموديل، وفي خطوه مين، وفي خطوه البريدكت. عشان تنشئ ديب نيورال نتورك عندك طريقتين. اوكي، الطريقه الاولى هي الطريقه السيكوينشال. ايه الطريقه السيكوينشال؟ الطريقه السيكوينشال ان كل لاير، اوكي، ان كل لاير لها ويتس وليها كونكشن للاير اللي جايه بعدها فقط في النتورك. ده معنى سيكوينشال موديل. يبقى السيكوينشال موديل بتنشئ لايرز بالتوالي، واتفقنا ان كل لاير ليها ويتس وليها كونكشن للاير اللي هتيجي بعدها في التوصيف. تمام كده، عشان تعمل الكلام ده بنعمل ايه بقى يا جماعه؟ سيبك من الجزء الاولاني، هنا بعمل حاجه اسمها، بستري حاجه اسمها الكول باك عشان اعمل حاجه اسمها ايرل ستوبنج، مشروح قبل كده. الايرل ستوبنج عشان السيستم بتاعك اللي هو بيتدرب لو ما حققش تقدم في مجال العشرة ايبك اقدر يخرج من السيستم او يعمل ايرل ستوبنج وما يكملش النمبر اوف ايبكس. اوكي، ده الايرل ستوبنج، وده الشرح قبل كده، ده مش موضوعنا حاليا. طبعا حضرتك عشان تعرف عدد النودز اللي في داخل الديب نيورال نتورك اللي في الفيرست لاير، بروح اجيب ان كولومز. اوكي، ودي عباره عن طابل زي ما انت شايف، ده بيديني الان كولومز. اوكي، والكاما ده معناه ان هو طابل، بيديني عدد الفيتشر، وده بيناظر عدد النود اللي في الفيرست لاير، و عدد الكولوم مش فارق معايا، او عدد الاكزامبل مش فارق معايا. اوكي يا جماعه، طبعا عشان تكريت الموديل في الاول بقول له موديل دوت موديل عفوا سيكوينشال، ده معناه ان اخترت الطريقه الاول، لان هعمل او الطريقه الاولى ان هعمل مين، مش هشتغل عن طريق الاستيميتور، هشتغل عن طريق مين، عن طريق السيكوينشال. واحنا اتفقنا السيكوينشال وضعه ايه. بعد كده هبدا اضيف على كل، بالنسبه للموديل هبدا اضيف لاير، اد لاير. طب نوع اللاير ايه؟ نوع اللاير دنس. ايه الدنس دي؟ الدنس دي لان كل النود اللي في البريفيوس لاير هتبقى كونكت لكل النود اللي في الكرنت لاير. ده نوع من انواع اللاير دنس. طبعا في انواع كتيره جدا غيره، لكن حاليا هنشتغل بالدنس فقط. يبقى انت بتعمل موديل لوت اد والدنس، هتحدد عدد النودز كام، هقول له 100. الاكتيفيشن نوعها ايه؟ طبعا كيراس بيسبورت كل الاكتيفيشن فانكشن اللي انت عارفها. الاكتيفيشن هختار ريلو، والانبوت شيب ده بتوصف بس في اول لاير. اوكي، واحط له الطبل ان كولوم.
بعد كده هقدر اوصف بقى بالتوالي، اوصل اللاير دي باللاير التانية بالتالتة بالرابعة براحتك. وفي كل لاير معاك اوبشن تقدر تحدد عدد النودز داخل اللاير وتحدد الاكتيفيشن فانكشن بتاعه حضرتك. اوكي، وده اللاير اللي بعده، ودي اللاير اللي بعده، ودي اللاير اللي بعده. طبعا في وقت تقدر تعمل مثلا كومنت على اي لاير وتشيلها من الترتيب بدون اي مشكله خالص. تمام كده. بعد خطوه السبيسيفاي للاركتكتشر تبدا خطوه مين؟ تبدا خطوه الكومبايل، واللي اتفقنا فيها بنحدد فيها اللوس فانكشن بتاعتي وبنحدد فيها الالجوريثم اللي هيشتغل. عشان تحدد الكلام ده هقول له ان الاوبتمايزر بتاعي وليكن هستخدم ادم، طبعا تقدر تستخدم ادم، تقدر تستخدم الار ام اس بروب، تقدر تستخدم الاستوكاستيك جريدينت ديسنت، وده ابسطهم طبعا. اللوس بتاعي لان انا شغال كلاسيفاير فبستخدم الكاتيجوريكال كروس انتروبي عن طريق اللوس. وفي الماتريكس انا حابب اتفرج كمان على مين؟ على الاكيورسي. تمام كده. بعد كده بقدر اعمل موديل فيت. موديل فيت بديله الترين الاكس ترين، واديله اللي هو البريدكتور، واديله الليبل اللي هو الواي ترين، وبقول له الفاليديشن سبليت 0.3، معناه خد جزء مستقطع من البيانات اللي داخل التريننج داتا قسمها الى 70% و 30%. 30% دول فاليديشن، والابكس خليها لي كام؟ خليها 100. طبعا انا مكبر عدد الابكس كتير جدا لان انا مستخدم الايرلي ستوبنج، وبقول له في خلال 10 ابك لو ما حصلش تطور في الاكيورسي ابدا اخرج، لكن لو حصل تطور اوكي. لو فضلت 2 ايبك 3 ايبك 4 ايبك ما بيحصلش تطور، ما فيش مشكله. طيب لو السيستم بتاعي بيتطور على طول هيقف امتى؟ هيقف عند بعد مرور 100. اوكي، طبعا واضح في الكول باك زي ما قلت قبل كده ان عباره عن ليست، وبالتالي في كول باك تانية، لكن احنا حاليا مكتفين بالايرلي ستوبنج مونيتور. اوكي، هقدر ان انا اعمل رن ده زي ما انت شايف السيستم. طبعا لان انا مكبر النمبر بتاعي هتيجي تبص تلاقيه وقف تقريبا عندي كام بقى؟ وقف عند 37. اوكي، لما تيجي تبص بقى عند 37 اولا هتيجي تبص تلاقي الفاليديشن لوس والاكيورسي، الاكيورسي وصل ل 0.7514. اوكي، ده على حاجه. طبعا ممكن تقدر ترسم الكلام ده. اوكي، انا عامل هنا البيشنس 10، تقدر ترسم الكلام ده زي ما انت شايف، ده اعلى حاجه. والسيستم بتاعي بشكل ما عدى الايبك الثالث والرابع الخامس السادس السابع الثامن التاسع العاشر، كل ده السيستم بتاعي لم يحقق تقدم في الاكيورسي، فالسيستم ما كملش لحد ال100 ايبك وخرج. ده اللي انا قصدي عليه. طبعا حضرتك ممكن تعمل الكلام ده وبدل ما تخلي الايبك مثلا ممكن تخلي الايبك 3 مثلا. اوكي، وده رقم تيبيكال موجود. اوكي، وتقدر تشوف الكلام ده. اوكي، وهتلاقي السيستم خرج عند وقت معين. لو حابب ترسم بتتفرج على الكلام ده اهو، السيستم هتلاقيه عند 1. اوكي، عند 2، عند 3، طبعا واضح ان السيستم ما حصلش تقدم فخرج. لو حضرتك حبيت تسيف الموديل اللي انت اتعلمت فيه ده تقدر تقول له والله سيف لي الكلام ده، وتقول له ده مثلا دايابيتس. اوكي، دوت موديل، تقدر تسيفه. وتقدر في اي وقت تريلود الموديل بتاعك بالويتس بالبايسز بكل حاجه عنده عن طريق فروم كيرس دوت موديل امبورت لود موديل، وتقدر تحمل الموديل اللي انت بتتكلم عليه. اوكي، الموديل السابق التعلم قبل كده تقدر تحمله، مفيش فيها مشكله خالص. وتقدر تعمل بريدكشن في اي وقت عن طريق ان انت تحط له مين؟ تقدر تحط له البيانات بتاعه التست عشان تطلع الخارج بتاعك كام. اوكي يا جماعه، طبعا النقطه المهمه هنا ان انت وانت بتتفرج على الفاليديشن سكور وبتعمل دايجنوستيك وعاوز تبص على السيستم وصل للحاله المثاليه ولا لا، تقدر تقول والله الخطا عندي او الاكيورسي وصل لكام. طب يا ترى اقدر اوصل لاحسن من كده ولا لا؟ ده نقدر نوصل له عن طريق حاجه اسمها الموديل كاباسيتي. ايه الموديل كاباسيتي؟ الموديل كاباسيتي قد ايه الكومبلكسيتي اللي موجوده في الموديل. يا ترى عدد اللايرز كام اقدر ازودها؟ يا ترى اقدر ازود عدد اللايرز؟ يا ترى اقدر ازود عدد النود داخل اللاير؟ ايه اللي متاح ليا اعمله عشان احسن من كفاءة الموديل بتاعي؟ طبعا ده سهل جدا وانت شغال بالسيكوينشال عن طريق ان انت لو حابب تضيف لاير كل الموضوع اللي هتطلبه منك ان انت هتاخد ده مثلا كنترول سي واجي احط لاير كمان مثلا. اوكي، مثلا ممكن تزود عدد النيرونز في اي لاير بالشكل ده وتجرب وتشوف الشكل بتاعك هيبقى عامل ازاي زي ما احنا شايفين. اوكي يا جماعه، ده شكل الفاليديشن اكورسي، يا ترى بقى ده كان اكبر من اللي فات ولا لا؟ لو طلع اكبر او اقل ابدا اشتغل بالمقارنه دي لحد ما اوصل للحاله المثاليه اللي اتكلمت عليها.
اتمنى ان المثال اللي باين قدام حضرتك ده يوري لك قد ايه الشغل عباره عن سيستماتيك. اوكي يا جماعه، بقى كل اللي قلناه واحنا بنتكلم على الجزء ده ان حضرتك عشان تطبق الديب ليرنينج محتاج في الاول ان تقول هشتغل والله سيكوينشال ولا هشتغل مثلا استيميتور. انا هشتغل سيكوينشال. محتاج البيانات بتاعتي تكون متحمله، فهعمل لودنج للديتا عن طريق، ممكن عن طريق النم باي او عن طريق البانداس، ويا ترى البيانات بتاعتك اكسل فايل ولا كوما سيبريتد فاليو. بعد ما حملت البيانات هبدا اعمل شويه بروسيسنج على البيانات، ان هاخد مجموعه الفيتشر في فيكتور او في داتا فريم والليبلز بتاعتي في داتا فريم اخر، ابدا اعمل نورماليزيشن لو كان الديب نيورال نتورك ما بعملش نورماليزيشن. بعد كده هبدا ان انا اعمل سبليتنج للديتا عشان اقسمها الى ترين وتست. هبدا اعمل وان هوت انكودنج. بعد ما عملت الوان هوت انكودنج هبدا احدد الوضع عامل ازاي بالظبط. بعد ما عملت سبليت للديتا وقسمت البيانات بتاعتي الى ترين وتست، هبدا اعمل وان هوت انكودنج زي ما قلت عشان يبقى في وان كولوم لكل خارج من الحالات بتاعت الكلاسز او خارج لكل كلاس. بعد كده هبدا اكريت الموديل بتاعي، واتفقنا ان احنا بنشتغل سيكوينشال. هبدا ان انا اخد الموديل بتاعي اخليه سيكوينشال، وابدا اضيف لاير بلاير واختار نوع اللاير على انها دنس، ومن خلال ده اقدر احدد زي ما قلت عدد النود اللي داخل اللاير، النوع الاكتيفيشن فانكشن اللي هشتغل عليها، وفي اول لاير لازم أن اوصف الانبوت شيب بتاعي، وابدا اضيف لاير بلاير عن طريق الموضوع ده. بعد كده هقدر اعمل كومبايل موديل دوت كومبايل، وبحدد فيه نوع الاوبتمايزر، وعرفنا الاوبتمايزر اللي الكراس بي او الكيراس بيسبورتها. ثم اقدر اختار اللوس فانكشن اللي انا عاوزها، سواء كنت شغال ريجريشن او كنت شغال كلاسيفيكيشن، واي نوع من اللوسز اللي انا محتاجها. هقدر اوصف كمان في الماتريكس تبان قدامي ازاي. بعد كده بعمل فيتنج للديتا، هقدر اختار البريدكتور واقدر اختار الليبل، واقدر اقسم التريننج ديتا اخد منها كام تريننج وكام فاليديشن، عدد الابكس كام بالظبط كمان، واقدر استخدم كمان الايرلي ستوبنج عشان اقدر اقف لو السيستم بتاعي ما بتحسنش. تقدر كمان ترسم الناتج بتاعك عشان تقدر تحدد بالظبط. اوكي يا جماعه، تقدر كمان تعمل سيف لي الموديل، عن ان انت بتسيف الموديل بتاعك عن طريق سيف موديل دوت سيف، بتسيفه بفورمات اسمها HDF5، والاكستنشن بتاعك بقى عباره عن H5. تقدر تعمل ريلودنج للموديل اللي اتعلم ان انت بفروم كيراس دوت موديل بتعمل امبورت للود موديل، وبتعمل ريلودنج للفايل بتاعك. تقدر تعمل موديل دوت سامري ان تطبع عدد اللايرز والبارامتر داخل كل لاير. اوكي، تقدر تعمل بريدكت للتست او تيست لي عفوا، تعمل تقدر تشوف الفاليديشن او التستنج ديتا، عفوا التستنج ديتا البرفورمانس بتاع الموديل بتاعك عامل عليها ايه عن طريق الموديل دوت بريدكت. اتمنى ان المحاضره تحوز على اعجاب حضراتكم، لا تنسونا من صالح دعائكم، واتمنى من حضراتك لو الفيديو عجب حضرتك لايك وشير وسبسكرايب، ولا تنسونا من صالح دعائكم، فدعائكم زاد لنا ونفع الله بنا وبكم ان شاء الله، ونلتقي في محاضره قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.